سيرش. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة طبخ ليلى. ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو بغيت نقدم لكم هذه الحرشه هذه. لا نقدم لك ولدي زوج ليلى طبخ ليلى اول ظهور ليه هو الحرشه زين زين الحرشه ديريكت بنته ديريكت هو الحرشه زعما ما كاينش وكنقول لك شرفتي القناة وضويتي اليوتيوب ونورتي نورتي وشنو كلمة تبارك الله طلع النبي عليك شتي نور نور نقول الوالدة 100,000 ابوني الله يرضي عليك وليدي الله يرضي عليك يرضي عليكم كاملين الله يرضي عليك الجنة ونعيمة ايوا دابا قبل مليون مليون ان شاء الله باذن الله ثلاثيه ان شاء الله قبل مليون ان شاء الله ان شاء الله والجوج وثلاثه ان شاء الله لقات الصحه والسلامه لهنا المهم الحرشه زينه غتكمل الحرشه ونخليكم تشوفوا معايا الوصفه ان شاء الله في هذه الحرشه غادي نعبر دائما بكاس العنب غادي نحتاج كاس ديال عصير الليمون عندي بيضة ثلاثة معالق كبار ديال السكر سنيدة ثلاثة معالق كبار ديال الزيت طبيعة الحال زيت المائدة كاس ونص ديال السميدة الرقيقة خاصة باللي كنديرو بها البغرير وكنديرو بها الحرشة عندي كذلك واحد 8 غرام ديال خميرة الحلوة وفاني وقبيصة ديال الملحة صافي هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج ندوزو لطريقة التحضير غادي ناخذ اناء فاش غادي نخلط هاد المكونات ديالي غادي نهرس بيضه بسم الله غادي نزيد عليها قبيصه ديال الملحه كنزيد السكر سنيده ثلاثه معالق كبار ديال السكر سنيده وغادي نحرك كلشي مزيان ممكن الا بغيتو يعني دغيا الوقت يدوز غادي ديروها في الخلاط الكهربائي او ديروا الباتور ديال الضو انا درتها غير بهذا بالنسبه للاخوات اللي تيقولوا ما عندناش غادي بدون خلاط لا بالخلاط نيس ديال اليداوي بغيت نتكيس عليك على الضو حاضر وغادي ندير فاني ريحة طالعة زوينة ريحة فاني غادي نضيف ثلاثة معالق كبار ديال زيت المائدة ريحته زوينة هاك اشرب بالزيت غادي نخلط مزيان ولكن هو مكراش هاد الكاس هو اللي مكراش يشربو عرفنا ونسير عصرة وحدة غادي نضيف كاس لا 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 دابا فاش غادي نديرو هاتي شوف غادي تقطع لي قلبو تتألم ضيعتو ياك ضيعتو ممكن ديرو كاس ديال الحليب بلاصة كاس ديال عصير الليمون دابا آخر حاجة غادي نضيفها هي خمارة أو الطعيق ديال أو السميدة الرقيقة كنبقى نضيف غير بشوية بشوية في نفس الوقت كنطلق هاد الحرشة هادي كتكون سائلة ما كتكونش بحال الحرشة اللي كنديروها بحال اللي كتبع زعما في الطبقة انا غادي ندير حرشة كبيرة نتوما الا بغيتو ديروهم صغيورين ممكن على حسب الرغبة وكيفاش نديرو لهم العيالات عارفين حاد قالت تبارك الله وما شاء الله
عارفين كيفاش. انت اش بينك وبين الطياب؟ اسمع عليكم دابا باغي نشارك معك. غادي نضيف دابا خماره، غادي نغربلها ونمشي نقلب على شي سميتو بقينا بحط طويله. انا رجعت لكم قلبت على الصفايه. علاش انت فين كاينه دابا؟ انا كاينه عند مدام عيشه المزالي الوالده. هي ماك شرف فين ويلي كمش خبر لك ما تسني لك بشي ورقه مكرهناش نجيبها تصور معك ولا مرحبا فينا هي انت نعرفها انت نعرفها مزيان هضر لينا معاها. الله يخليك الله يجازيك بخير. ربي يخليك ربي. مع الصفاية ساردة شوية ماشي مشكل دي بانش مضيقوش شوية. غادي نخلط مزيان مرة أخرى. دائما في أي حاجة كنخليو الخمارة هي الأخرى باش الخمارة دير المفعول ديالها. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. الله يبارك فيك وطول لينا في عمرك. صباغة صباغة عيد الحب. داز داز ما قلتيش لهم علاش شفتيش مالو. دابا شد فيا راجلي قال لي واشنو واش العيالات لايحين اللي زعما اليوتيوبرز لايحين. قال لي ليحه القلب عائشة المزالي جات باش تشكل له الموضوع. السلام عليكم كدايرين بس عليكم قلت لها راه تنعرفها واش الوالده واش ولدك هذا واقيلا الوالده تسني لها بشي وريقه عافاك خصك تصور معاك. لا لا وتقولي خصوصا راه 100,000 اليوم ان شاء الله. باذن الله زغر شي زغر. قبل مليون وجوش المليون وثلاثة المليون وربعة المليون كل شي فضلكم كل شي فضل الله وفضلكم الحمد لله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد. باقي غندير لكم فيديو ديالي. ويلي اجي في الغد اجي سيني اجي مسخرة اجي سيني. بلاتي نكمل القصة. كمل القصة. قال لي واش اليوتيوبرز لايحين؟ هاللي لايحة حلوة القلب، هاللي لايحة كيكة القلب، هاللي كل وحدة لايحين القلوبة ها موائد رومانسية، إلا أنت لايحة اليوم السفنج وبغيتي يتمشى عليكم. صافي وأنا بالقصة ديالو رجعت بريفي. يلا شوف. وأنا كاع الفيديو اللي درت كاع. لا وأنت هضرتي أنا ويلي انت هضرتي بداك المناسبه. لا هضرت في الواقع اش من حب واش من حنا هو الحب كاين ما كاينش. جبت ليا كادو ديالاش جاب ليا جوج كفات ديال الخضره مخلطه وجاب ليا الورد بجوج انواع صبر واحد النوت. بحالو بحال باه بجوج هما نفس الكادو بحالو بحال باه. الكادو اللي جا الليلة جاني قضيه فيها كلشي ولكن كلشي خضر من ور ياك قمطه النعناعها قمطه مطيشه ما تنساش مطيشه راية المغرب راية المغرب. ايوا ما تنساش مطيش. المهم الحمر داخل. لا كاين كاينة وكرة أحمر جابها. ايوا صح. بعدا جاب. ولكن الفيديو ديالك عجبني الصراحة. هضرتي في الواقع. ولكن بصراحة قال لي نجيب لك وردة قلت له عطيني هذاك 10 دراهم لهذا الشيء اللي هي وردة. قعدت فيا. ايوا ما كاين باس. شنا الكادوات ديما اصلا ديبان نجيبي لينا كادوات رجالنا وداكشي يعني ما نحتاجوش بالضبط نهار 14 فبراير يجيبوا لينا. حنا الحمد لله شبعانين كادوات كنت جوج الكادوات كيجيو. بعدا اخر كادو ما عقلتش عليه انا حيت بزاف جوج كيلو ديال اللحم ونص. لا لا بصح هذاك الكادوات اللي كرعين لا هذاك بطاطا الشوكولاط اللي جبتي وبوكيت الورد اللي جبتي وبراسلي الذهب لا ما وراتكم البراسلي ديال الذهب خبيته خفت من العين. سير خليكم في وسط وكان شداكم شي حاجه بحال هادشي تسخن درتها كتسخن. سمحوا لي في الاول قلت لكم غادي ندير غير محله واحده كبيره ما لقيتش ما لقيتش مقله كبيره عند ماما الوالده. اش هادشي اللي تتقول؟ لا حيت ما كاينش اللي كتطيب كنقلو فيها داكشي علاش.
هي صراحه عزيز قال لي انا بغيت وحده ديالي بوحدي صغيره داكشي علاش بركه من الكتب. و دابا غادي نخلط عاوتاني نخلط هادشي مزيان. غادي ناخذ غادي ناخذ شويه الزبده غير احتياطا وصافي غادي ندهن. كيف كتشوفوا حنا راه سخونه غادي نرش شويه ديال السميده الرقيقه وغادي نخوي كميه من الخليط ديالي. بسم الله انا بغيت تحدي ديالي. ما ضحكت ماما ماشي ديالي بوحدي صافي. دابا غادي نخليها حيت كلشي كبيره بغيت تحدي ديالي بوحدي انا. شنو هو هادشي هاد الوالد؟ ما عرفتش. حنا عند الله. حنا وزهرنا قصريه ديال الكسكسو. قصريه ديال الكسكسو ضربناها قالك معتبره الصراحه. كي جاتك القصريه ديالك نمشي نقول واحد الكلمه هذيك الجوطيه اللي وراك شنو؟ هذاك راه الكلام. سميتو شنو سميتو؟ غادي نخليوها حتى كتنشف من الفوق مره مره. غادي نبدا نقلب فيها دابا مازال حتى كتبان لي بدات تنشف نبدا نجرب فيها باش ما تلصقش في المقله. بالنسبه للعافيه خاصها تكون مهيله كيف كتشوفوا. عندك كيتفرقع التليفون. صافي دابا غادي نخليها حتى كيطيب على خاطرو وغادي نتبعوا المراحل مع بعضياتنا. اها دابا كناخذ شويه ديال السميده وكنرشها مره اخرى من الفوق باش نقلب من بعد ما نشفات. كيف كتشوفوا ماشي كتنشف 100% ولكن شويه. كناخذ المقله ديالي غادي ندير كبصيه هكا بسم الله وكنقلب فيها الحرش ديالي. كتشوفوا غادي نرجعها مره اخرى. دابا قلبت كيف شفتوا معايا قلبت الحرشه ديالنا في المقله وكنخليها حتى كتشد راسها وكطيب. كنقلبوها مره مره هكا باش ما تلصقش وفي نفس الوقت كنشوفوها واش تحمرات من التحت. صافي دابا من بعد ما اسيرت من بعد ما نشفت تقريبا هنا الفوقاني وتحمر الوجه ديالو كناخذ المقله او صينيه وغادي نقلب فيها الحرشه ديالنا. كيف كتشوفوا كنجيبها هنا من الاحسن وكنحط فيها وغادي نغشعها مره اخرى حتى كتشد راسها. مره مره كنتاكد انها ما لاصقاش. من بعد ما طامت حتى من الجهه التحتانيه انا كنفضل نقطعهم مثلثات وغادي نوريكم كيف كتجي من الداخل. كيف كتشوفوا يعني كتجي غليظه شويه ماشي بحال البانكيك ولا بحال الكريب كتجي غليظه. تقدموهم مع كويس اتاي وشويه ديال الكونفيتير بصح ضروري اتاي بصح والراحه ضروري اتاي. وشنو الا ما كايناش مع اتاي معايا شنو ناكل؟ لا انا عندي مع القهوه. انا نتي جيب وحدك قهوة حليب سدي النوبة النوبة. هذا داك الشيء شوف فيك فهاك عزيزة عليه سوي قلتي تي قولي وليدي انت قولي انت مي مي هادي هي الحرشة زيدي للوالدة وحدة زيدي حرشة كملها كملاتو. هادي هي الحرشة ديالنا كيف كتشوفوا كتجي رطبة هشيشة زوينة بنينة تحلفتي بالله آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله صافي. كنتمنى اعجابكم ونخليكم 5/5 بشيخ الفرنساوية ويلي 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 تما طيب وعطينا نتلاقاو ان شاء الله.